dichiarato è tutta una cosa falsa, sono fotocopie inesistenti. اسم الصفاء قابزوا احمد ريسبونسابل غاسترونوميا نابوليتانا. انا خدام في هاد الشركة تقريبا شي 24 عام من 96 الى اليوم هذا. هاد الشركه شركه اجنبيه شركه طليانيه وخدامين فيها واحد العدد ديال هاد العامله. وهاد الشركه كاين واحد المشكل عندهم مع ملالي، واحد السيد كيقول لهم ملالي زور عليهم واحد التزويره واحد الوثيقه ديال الدين بان هو كيتسلم واحد 560 مليون وهو ما كيتسالهاش، حنا طالعين عليها ما كيتسالش وزور هذوك الوراق وطالع للمحاكم من 2014 من 2013 2014 اليوم من هذا. هاد السيد هذا حكمت على المحكمه على صاحبه اللي كان كيزور معاه زور وتبتات عليه التزوير وباقي كيدير في المشاكل، باقي كيدور هو بالمشاكل بان هو داك الشيء في المحكمه. دابا حكمت المحكمه على صاحبه بعامين ديال الحبس ملي زور تبتات عليه المحكمه، ونهار اللي تبتات عليه المحكمه داك السيد على عامين ونص ديال الحبس لقاو عنده 98 مكالمه ما بينه مع ملالي النهار اللي زوروا الوثيقه. 98 مكالمه في التليفون اللي شدوا عنده البوليس اتصالات المغرب ما بينه مع داك السيد اللي زور معاه، وملالي باقي الان كيدير المشاكل باقي الان. وهاد الشركه هذا خدامه هنا تقريبا في المغرب، هاد الشركه اللي شرات دابا جديده شرات في 2008 وعاوتاني بعت 2008 الشركه للشركه اخرى اللي بقات دابا في 2013 هاد الشركه دخل معها الملالي في الصراعات من 2014 اليوم هذا. هاد الشركه كتهددنا بان غادي يمشيو لتونس الا ما كان هاد المشاكل تفكات من طرف وزاره العدل، غادي هاد الشركه غادي دير لي فلاس. اش غيديروا لي فلاس؟ ماشي لي فلاس ديال الشركه، على يد العامله هاد العمال هاد العاملات اللي خدامين 470 عامله اللي خدامه هما اللي ضايعين. بان كل يد العامل كل العماله اللي خدامه هنا عندها ما يقل من خمسه سته الناس خدامه عليهم، شكون اللي غيضيع؟ عندهم الناس هنا كاين اللي مريضه مسكينه كدير دياليز، كاين اللي كدير اسمنت الشيمي، كاين اللي دير رابوس، كل شيء مرض، كل اي وحده كاين اللي خدامه على والديها. الطالب ديالكم باش كطالبوا؟ كنطلبوا دابا بوزاره العدل يشدوا لنا الحق في هذا السيد هذا باش ما تضيعش هذه الشركه، بان الا ضاعت هذه الشركه غادي يمشي كل شيء. هاد الناس هادو النصارى كيقولوا لها ما فكت معاهم الحكومه ديال جلاله الملك الا ما تدخلت باش تفك هاد المشاكل ديال هاد الشركه، هاد الشركه غادي يزيدوا بحالها من النصارى غيمشيو لتونس. علاش تونس؟ شحال من شركه ديالنا ديال المغرب ديال الحوت انا خدام فيها كنعرفهم، شحال من شركه مشات بارما فيش، مشات زالوتي ماروك، مشات سيالكو، مشى واحد العدد ديال الشركات، مشى ميمو، مشى واحد العدد. علاش مشاو؟ كيكون عليهم الضغوطات ديال السلطه هنا بدون قانون. كيجي واحد النصاب كيزور على الشركه كيمشيو بحالهم كيبيعوا الماتريال ديالهم كيمشيو لتونس. تونس كتعاون بواحد العدد ديال المعاونات، كتعطيهم الارض فابور وتعطيهم النص ديال الارتسيسي فابور، كتعطيهم كل شيء وكتعطيهم القوانين اللي ما عندناش حنا. علاش حنا ما يكون عندنا القوانين احسن من هذوك التوانسه؟ انا مشيت لتونس شفتهم كي كيديروا مع النصارى، علاش حنا ما يكون عندنا في بلادنا هكا؟ هادي هاد العامله اللي غادي تشرد، ماشي حنا، هادي هاد العامله كامل غادي تشرد. ما الشركه النصارى راه غيهز الباليزه ديالو يطلع في الطياره، ولكن حنا ضايعين. هاد العامل فين غيمشيو؟ وهادشي اللي كاين.